الله محبة، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. God is love. الله محبة. محبة الله لك لا تعتمد على الزمان ولا تعتمد على المكان، وإنما محبة الله هي أبدية، بل هي في صميم الذات الإلهية. محبة الله لك ليست شرطية. هذا الموضوع مهم وهذا الكلام أساسي جدا. بمعنى آخر، محبة الله لك لا تعتمد على شروط معينة أو على بنود معينة أو على اتفاقات معينة أبدا، وإنما الله يحبك محبة أبدية، لأن المحبة هي جوهر صميم الله وهي في الذات الإلهية. في بعض الأشخاص يقولون الله يحب، لكن هذا الكلام بحاجة إلى تصحيح. الله لا يحب فقط، وإنما الله هو الحب، هو المحبة، هو في الذات الإلهية، في الصميم الذات الإلهية هو الحب المحبة. الله محبة، يحبك رغم خطاياك، رغم أخطائك، رغم عيوبك، رغم مشاكلك، رغم الأمور التي في حياتك ربما تغضب الله في بعض الأحيان، لكن هو يحبك. ومحبة الله سبب في تغيير حياتك، وأنت الذي تقرر مدى محبة الله لحياتك. أنت تعطي فرصة للرب أكثر لكي يحبك، وأنت تستطيع أن تحد من محبة الله، افسح له المجال لكي يحبك ويبرهن عن محبته لك ويغير حياتك. ومن خلال محبة الله المعجزات تأتي إلى حياتك، لأنه هو أب. المسيح علمنا وقال صلوا هكذا: أبانا الذي في السماوات. أبانا هو أب، أنت ابن، يتعامل معك بمنطلق وفي دائرة الحب، لأنه الله محبة، ومحبة الله تغير حياتك إذ أنت تعطي الفرصة والمجال لهذا الحب أن يتغلغل في حياتك. شكرا، الرب معكم.